طيب، تحدثنا المحاضرة الماضية عن تعريفات يا أستاذ. خلاص، تعريفات. إيش هي التعريفات اللي أخذناها؟ بيج داتا، داتا ساينس، ماشين ليرنينج، اي اي. تمام، لازم تكون عارف التعريفات هذه زي اسمك يا أستاذ. واضح؟ طيب، اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على الداتا ساينس بروسيس. داتا ساينس بروسيس يعني نفس المبدأ تبع هندسة البرمجيات. في هندسة البرمجيات انت تتبع بروسيس، في الغالب انه البروسيس الحديثة هي iterative process، تشتغل عليها بشكل تكراري، اثبتت فعاليتها بدل ما انت تضلك حاصل او عالق في خطوة معينة، بتكمل بقية الخطوات في اللفة اللي بعديها، بتحاول انه انت تحسن او تحل المشاكل اللي كانت موجوده عندك. في هذا الشابتر احنا هناخد الجينيريك بروسيس موديل، هناخد الرولز، ايش هي الادوار اللي موجوده انا عندي في الفريق او في المشروع اللي حيشتغل على الداتا ساينس، ايش الديليفرابلز او الناتج من كل خطوه، وبعدين هنلخص الشابتر. بالنسبه للبروسيس، اهميه البروسيس، انا في عندي 3 عناصر. مجموعة من الأشخاص حيطبقوا بروسيس معينة وحيستخدموا أساليب محددة. إيش هي الأساليب؟ ممكن تكون لغات برمجة معينة أو أدوات أو ميثودز، طرق معينة راح يتبعوها. هذه تكنيكس. تمام؟ هذه لغات البرمجة والأدوات لازم تكون مناسبة للبروبلم اللي انت بتحاول انه انت تحلها. تمام؟ لانه انت في عندك العديد من الادوات وعندك العديد من اللغات، ايش انسب اداه وايش انسب لغه لهذا المشروع؟ عليكم السلام. بعدين الاشخاص اللي حيشتغلوا على هذا المشروع، طبعا في لهم ادوار مختلفه. تمام؟ ممكن انه هم يتطلبوا تدريب على هذه الاساليب او الفنيات. التكنيكس هدول ممكن يكون انه في تول هو ما تدرب عليها او ما استخدمها قبل هيك، فبده يكون في عنده الاستعداد انه يتدرب عليها بشكل سريع. طبعا في معضله في الاي تي في هذا التخصص، هي التكنولوجي كونفيرجنس او استقرار التقنيه. التقنيه بتتغير باستمرار، تتطور، فبالتالي انت مش راح تقدر تلم بكل الادوات وكل التقنيات، بس بده يكون في عندك المقدرة انه انت تتعلم الادوات والتقنيات الجديدة والطرق الجديدة بشكل سريع وانت شغال. والشركات عادة بتدور على هدول الاشخاص اللي عنده القدرة انه هو يتعلم بسرعة ويعتمد على نفسه. تمام؟ طيب، الاشخاص هدول اللي حيشتغلوا مع بعض، مين اللي بده يوجههم؟ البروسيس. عشان هيك انت في البروسيس هنا الوظيفة الأساسية تبعتها انه هي تعمل سبورت للأشخاص هذول، تدعمهم. لازم كلهم يكونوا متفقين على هاي البروسيس. خلص، البروسيس هي اللي بتحكمنا، هي اللي بتقولنا ايش الخطوة الجاية. تمام؟ ولازم يكون في عندي طريقة انه انا اقدر اقيس مدى فعالية الطريقة هذه او النتائج الإيجابية تبعتها، هل هي إيجابية ولا لا. تمام؟ هذه هي البروسيس. أول خطوة أنا عندي الديسكفري. تمام؟ استكشاف البيانات، وبدي أعطي وقت معتبر لاستكشاف البيانات، وأنا بعني هذا الكلام حرفيًا، وهو اللي لازم يصير أنت عندك في المشاريع على أرض الواقع، هيك بصير فعلا. بعدين الخطوة الثانية تحضير البيانات، زي كأنه انت بتطبق عليها الـ ETL اللي احنا ضربنا عليها مثال المحاضرة الماضية. بعدين بده يكون في عندك موديل بلاننج، تخطيط للمودلز اللي انت بدك تستخدمها، بده يكون اختيارها على حسب معايير محددة، لأنه الخوارزمية هذه وهذه وهذه اكثر شيء مناسبين، فبدي استخدم 3 خوارزميات او 3 ماشين ليرنينج algorithms، لانه انت عندك في المرحله القادمه او الخطوه القادمه بدك تطبقهم. بس هنا انت بتعمل بلاننج، انت بتختارهم
على حسب معايير معينة، هنا أنت بتطبقهم. بعدين بدك تعمل كومينيكيت للريزلت، النماذج اللي أنت اخترتها 1 و2 و3، على سبيل المثال بدك تحدد إنه والله نموذج 2 أو موديل 2 جاب أحسن نتيجة، فبالتالي هو اللي راح تعمل له ديبلوي أو تعمل له اوبريشناليز، دخله في الخدمة. تمام؟ طيب ايش بتلاحظ؟ بتلاحظ انت عندك موجود سهم هنا، السهم هذا بيدل انه انت ممكن ترجع تكرر العملية هذه من اول وجديد. وايش كمان بتلاحظ؟ بتلاحظ انه انت في الديسكفري ممكن تنتقل للديتا بريبريشن، ومن داتا بريبريشن ممكن ترجع للديسكفري. لكن اذا انت كنت في الموديل بيلدينج، انه انت ترجع مرة تانية للديسكفري، لا، كل خطوة بتقدر ترجع للخطوة اللي قبلها بس، خلاص. تمام؟ حكيت بالنسبة للأوبريشناليز أو الديبلوي، دايما أنا بحكي لكم ديبلوي ديبلوي ديبلوي. ديبلوي ببساطة تكنيكالي أو تقنيا إنه أنت تخلي الموديل تنزله على سيرفر، وتخلي الموديل هذا ممكن إنه أنت تستخدمه من خلال أي بي أي. فزي ما احنا اخذنا قبل هيك انه انت الموديل هذا احنا بدنا نتفق انه الماشين ليرنينج موديل بده يكون عبارة عن داله اف اكس الاكس هنا كابيتال، فبالتالي المدخلات تبعتها اللي هي الاكس، والمخرج اللي هي واي. لاحظ انه الاكس هنا كابيتال وهنا سمول، هذا عبارة عن فيكتور، هذا عبارة عن فاريبل. كيف؟ الفيكتور انه مكون انه هذا من عدة متغيرات، هاي المقصد. انه هنا انت عندك اكس واحد، اكس واحد سمول طبعا، اكس اثنين، اكس ثلاثة، الى اخره. عشان هيك احنا بنمثل الاكس كابيتال. فبالتالي الماشين ليرنينج موديل هو عبارة عن دالة تاخذ الاكس بتعوض فيها في الداله هذه عشان تطلع لك الواي. فالديبلوي فعليا انه انت بدك تعمل اي بي اي تاخذ فيها الاكس، تستقبل فيها الاكس، توديه للموديل، موديل بيعطي لك الواي، تاخذ الواي وبترجعه انت عندك في الريسبونس تبع الاي بي اي. انت بتاخذ الاي بي اي هذه عاده انه انت بتستخدمها على الداتابيز، صح؟ عشان انه انت جزء من الداتا بيز بدك تعملها اكسبوز للعالم الخارجي، مش حتعرض الداتا بيز تبعتك كلها، لا، بدك تعرض جزء منها من خلال اي بي اي. والموديل نفس الفكره، انت بدك انه انت تستخدم الموديل، فبالتالي بتروح بتاخد سيرفر، بتنزل عليه الموديل وبتعمل اي بي اي، بينادي الموديل، تدي له اكس، بتمرر له الاكس اللي انت استقبلتها من الاي بي اي الارجيومنت، وبترجع الواي. تمام؟ الاكس هذه ممكن تكون عبارة عن 17، هذا بيمثل الايج مثلا، انه هنا الجندر انه هذا فيميل، الى اخره من الاتريبيوتس اللي في النهاية الفاريبل هذا بده يكون عبارة عن انه هل المشتري هذا او الزبون هذا حيشتري، بده يكون الجواب يا اما يس او نو. عشان هيك احنا بنحكي عن نو فاريبل، قيمه واحده بس او متغير، يعني متغير واحد. تمام؟ واضح؟
طبعا الأهمية بدل ما أنت تضلك حاصل في خطوة الديتا بريبريشن، ممكن إنه في اللفة الجاية إنه في شغلات في تحضير البيانات أنت ما عملتهاش تطبقها، لأنه أنت لو بتضلك عالق في تحضير البيانات ممكن إنه أنت تطول جدا، فبالتالي إنه أنت ما جربتش الخطوات الجاية عشان تعرف إنه والله لازم إنه أنت تعمل شغلات معينة في التحضير. عشان هيك اقفز للخطوات اللي بعديها، لو كان في مشاكل معليش اللفة اللي وراها بتحسن. تمام؟ نيجي لأول خطوة ديسكفري، نشرحه بالتفصيل. ديسكفري هي عبارة عن أول خطوة أنت تبدأها في المشروع. ايش بدك تسوي؟ بدك تتعلم الدومين. ايش المقصود بالدومين؟ الناس المستخدمة. المجال تبع البيانات. ايش المقصود بالمجال تبع البيانات؟ لنفترض انه انت في عندك بيانات، البيانات هذه عبارة عن معلومات عن البيت، والنتيجة هي انه انت تتنبأ بسعر البيت، او انه انت يعني بيانات البيت بالإضافة لسعره. هذا المجال ايش هو؟ عقارات. بده يكون في عندك معرفة بالعقارات، بدك تقرأ وتتعلم عن هذا المجال. طيب يمكن ما تكونش اشتغلت في هذا المجال قبل هيك، فبدك تقرأ مقالات من الويكيبيديا، او انه انت على سبيل المثال بتروح تسأل الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال. الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال ايش اسمه دارجا، ايش بسموهم هنا؟ سمسار. سمسار عقارات. سمسار العقارات. انت بيكون في عندك بيت، تروح تسأله، بدك انه انت تعرف قديش حق البيت هذا، فانت بتقدرش انه انت تقيمه، صح؟ بتروح لمين؟ للسمسار. السمسار ايش بيسوي؟ بروح بيسألك مجموعة من الأسئلة، بيقول لك البيت هذا وين موجود، وين موقعه، مكانه، قديش مساحته، كم غرفة فيه، كم حمام فيه، وقتيش انبنى، يشوفه جديد ولا قديم. ممكن يقول لك انه انا بدي اعاين البيت بشكل يعني في المكان، يعني كم طابق، او اذا هو عبارة عن عمارة، في شقة في عمارة، بده يسأل اي طابق هي اصلا، ايش الخدمات المتوفرة، وبناء عليه بقول لك انه هذا البيت حقه 55، 47، 60. فأنت هنا بدك تتعلم عن هذا المجال، بدك تسأل إيش هي أكثر العوامل اللي بتأثر على سعر البيت. لازم تقرأ على هذا المجال، لأنه في النهاية بده يكون مطلوب منك إنه أنت تعمل موديل، الموديل هذا يتنبأ بأسعار المنازل. بدل ما انت تروح تلجأ لسمسار، والسمسار ممكن يبخس لك في حق البيت، فبالتالي انت ممكن تطلب من الماشين ليرنينج موديل انه هو يقيم لك سعر البيت. بناء على ايش؟ بناء على بيوت انباعت قبل. فهو بتعلم من الداتا سيت انه البيت لما يكون فيه كذا غرفة، لما يكون مساحته هالقد، لما يكون كذا، انباع بهالسعر. فبالتالي في الماشين ليرنينج موديل هذا انت بتستبدل السمسار، تستغني عنه. ممكن تستخدم الموديل هذا في اي وقت. اما السمسار ما بينفعش انت كل شويه تروح له وتقول له طب هذا البيت قديش سعره، طب هذا البيت قديش سعره. الموديل بتدخل له المعلومات اللي بدك اياها، وعلى طول بتنبأ لك بسعر البيت. تمام؟ فلازم تقرأ عن هذا المجال، تتعلم الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال ايش العوامل اللي بياخدوها بعين الاعتبار. فمش حتسأله عن رينج الاسعار، انت حتسأله انه انت كسمسار ايش اهم حاجة اللي بتأثر في او بتحدد سعر البيت. يقول لك في عدة معايير، قول له رتب لي اياها حسب الاهم، حط لي الاهم في الاول وبعدين الاقل اهمية. فانت بتكتسب معرفة في هذا المجال اللي هي الدومين نوليدج، تتعلمها عشان يساعدك في اتخاذ قرارات معينة. القرارات هذه وين بدها تكون؟
في الخطوات اللي وراها، في الداتا بريبريشن والموديلنج، في البلاننج والموديلنج الى اخره. كيف؟ زي ايش مثلا؟ ماشي، النولج هذا ما هو يعني، انت موضوع العقارات انت من وين اكتسبتها؟ قرأت شوية مقالات أو دراسات عن هذا الموضوع، بالإضافة لسألت سماسرة اللي هم الدومين إكسبرت. وفي الطب نفس الشيء، أنت حتقرأ مثلا إنه أنت عندك صور، لصور أشعة مثلا، والأشعة هذه إنه الغرض منها تشخيص إنه بوزيتيف أو نيجاتيف مثلا على سبيل المثال. فبالتالي أنت ممكن إنه بعد ما أنت تقرأ على هذا المرض، اللهم عافينا جميعا، انه انت تسال طبيب او ناس متخصصه في هذا المجال، انه هم على اي اساس انه هم بيقرروا انه هذا التشخيص بوزيتيف او نيجاتيف، ايش هي العوامل اللي بيعتمدوا عليها اكثر شيء. تمام، هل فعلا انه الصوره لوحدها انه هي بتكفي، ولا لازم فحوصات مخبريه ثانيه، لازم اعمل فحص دم ولا كذا ولا كذا. فبالتالي انت بتقدر تقرر انه انت ممكن تعتمد على الصور بس، تقدر تاخذ قرارات، هي الغرض. تمام، مش معنى ذلك انه انت بدك تتعلم، معنى ذلك انه انت بدك تصير سمسار، انت مش حتشتغل في السمسرة، او انه انت تصير طبيب، مش حتصير طبيب، لا يمكن. بس بدك تكتسب معرفة تمكنك في اتخاذ القرارات في الشغل تبعك في علم البيانات، بس هاي المطلوب. كذلك بيساعدك في تفسير النتائج. اضرب لك مثال تفسير النتائج. افترض انه انت عملت موديل بتنبأ بسعر البيت، اعطيته كل المدخلات، تنبأ بسعر البيت 47، بس كان البيت فعلا انباع ب 48 ونص. قديش الفرق؟ 1500 دولار. هذا يعتبر ايرور. هل الموديل مش نافع؟ على اي اساس قررت هذا الكلام؟ بناء على الدومين. والله انه انت لما تعطيني تقدير للسعر بزياده او ناقص 1000 دولار، معنى ذلك انه التقدير كويس. لكن اذا كان في خلل، انه الفرق في سعر البيت اللي انت اعطيتني اياه والسعر اللي انباع فيه، او اللي المفترض انه ينباع فيه 10000 او 5000، مشكله. بينما في مجال اخر، في دومين اخر، ممكن الملي بيفرق معك مش الالفات. في التشخيص الطبي مثلا على سبيل المثال، بدك تتنبأ مثلا بعدد كذا في الدم. العدد هذا انه الملي بيفرق معك، فبالتالي بيساعدك بشكل كتير كبير معرفة الدومين، انه انت تقدر انه انت تفسر النتائج. واضح؟ بعدين بدك تتعلم من الماضي. ايش يعني بدك تتعلم من الماضي؟ بدك تشوف ايش في مشاريع سابقة تم عملها في هذا المجال، في نفس الدومين اللي انت بتشتغل عليه. ايش المشاكل اللي موجودة فيها؟ او ايش الاختلافات؟ لو كان فيها مشاكل، ايش هي المشاكل؟ هل المشاريع هذه فشلت؟ ايش الاسباب اللي ادت لفشل هاي المشاريع؟ عشان ما تقعش في نفس المشاكل، تقعش في نفس الاخطاء. تمام؟ او انه ممكن انه انت تطلع على المنافسين. مقصود في هذا الكلام، هنا ضربت لك مثال انه انت عندك هنا ماشين ليرنينج موديل، هذا بدك تعطي له معلومات الكاستمر، بده يتنبأ حيشتري او لا. هل في منافسين اشتغلوا على هذا المشروع؟ لو في، بدك تطلع هل في معلومات متوفرة انه قديش المشروع هذا كان ناجح بالنسبة لهم، هل اعتمدوه 100%؟ ايش الاخطاء اللي كانت موجوده في هذا المشروع؟ لو كانت البيانات هذه متاحه اطلع عليها، ما كانتش متاحه خلاص. فعشان هيك كمان مره بدك تقضي وقت معتبر في البحث والقراءه والتعرف على الدومين. هذه شغلانتك انت. قد يكون انه انت مندفع بدك انه انت تبدا تطبق، انه خلاص انت متعود انه انا بدي اشتغل مشروع، خلاص بدي ابدا بالكودينج على طول. في مشاريع علم البيانات لا،
بدك تعطي وقت معتبر للقراءة والاستكشاف والاطلاع على المجال وللقراءة، تمام؟ وتستكشف البيانات كمان. طيب بعدين ايش بدك تعمل؟ بدك تعمل اطار للمشكلة. شو معنات هذا الكلام؟ تعمل زي تحليل لو ايش ممكن تحل المشكلة، ممكن تساعدنا في الحل. بدك تعمل صياغة للمشكلة، ايش يعني صياغة للمشكلة؟ يعني اضرب لك مثال، اضرب لك مثال، افترض انه انت عندك شركة مزودة للإنترنت، إنترنت سيرفيس بروفايدر أو أي إس بي، وظفتك كديتا ساينتست وقالت لك خذ هاي البيانات كلها، تمام؟ قل لي إيش أنا كصاحب الشركة، أنا ما عنديش معرفة بهذا المجال، أنت يفترض تقول لي إيش ممكن نسوي في هذه البيانات. هنا بيجي دورك، هو بيجيش يقول لك أنا عندي المشكلة 1 2 3 تفضل يلا حلها. هو مش عارف يقول لك البيانات هذه إيش ممكن نحن نسوي فيها، تمام؟ فأنت بتروح بتكتشف بعد اطلاعك على البيانات وبعد سؤالك إنه أنتم كيف بتشتغلوا كيف تعملوا، راح أعطوا لك معلومات إنه إحنا يعني الوظيفة تبعتنا إنه إحنا بنكتسب مشتركين جدد وإنه إحنا بنعمل حملات يعني ترويجية بتستهدف المشتركين الجدد، إنه إحنا بنتصل عليهم، بروح بعطي له عرض لمدة 4 شهور بنص السعر. فهو يعني نص السعر بيفكر بقول لك أنا لمدة 4 شهور بدل ما كنت أدفع هالقد حدفع نص السعر، الفلوس هذه أنا أولى فيها. بوافق معظم الناس، كل الناس بتوافق، تمام؟ وبقول لك إنه إحنا في عندنا مشتركين قدامى، أنت بتكتشف إنه المشتركين القدامى قاعدين بتسربوا. إيش يعني بتسربوا؟ بيلغوا الاشتراك تبعهم وبروحوا على شركة تانية. تكون شركة تانية برضه بتسوي نفس اللي بتسويه هذه الشركة، بتتصيد في المشتركين وأنت بتكون متضايق من الشركة تبعتك بسبب إنه أنت شاعر إنه هي بتركز بس على المشتركين الجدد. طب أنا بتكاش تعمل لي حملة، بتكاش تعطيني تخفيض، أنا ملتزم بالدفع معاك، بتكاش تعمل لي خصم. عدا ذلك الإنترنت الخدمة سيئة، أكثر من مرة بتصل بالدعم وأنت بتقول لي أعمل إعادة تشغيل، أعمل إعادة تشغيل. طب وبعدين في أوقات الإنترنت بيكون فيها مخنوق على الآخر، بعرفش أشتغل، أوقات الذروة، فبالتالي انا يعني بستحين اي فرصه ان انا اترك الشركه، خلاص مليت منهم، قديت بترك الشركه وبروح لحد ثاني. فانت وظيفتك هنا كديتا ساينتست انه انت تحط اطار لهذه المشكله، قول لهم خلي بالكم انتم في عندكم مشكله كبيره. ايش المشكله هذه؟ اي نعم انتم بتبذلوا مجهود وبتجيبوا مشتركين جدد، لكن هذا المجهود على الفاضي، لانه انت عندك المشتركين القدامى قاعدين بيسيبوا الشركه، بيلغوا الاشتراكات تبعتهم. شو الفائده انه انت تجيب مشتركين جدد وفي عندك مشتركين بيسيبوا؟ معنى ذلك انه انت عدد المشتركين قد يكون نفسه او يمكن بيقل كمان، وهذا الوضع على المدى الطويل للشركه مش كويس، حتعلن افلاسك في الاخير. انت لازم يكون في عندك عدد معين، البزنس موديل تبع الاي اس بي بقول لك انا لازم يكون في عندي على سبيل المثال 7000 مشترك عشان استمر في الشركه. العائدات اللي بيجيبها ال 7000 مشترك انه بقدر فيها ادفع رواتب وبرضه بيوفر لي بعض الارباح، اقل من هيك بخسر. فبدي اعمل صياغه لهذه المشكله وابينهم ليش المشكله هذه مهمه جدا. انت وضعك على المحك، ممكن تسكر الشركه لو استمريت بهذا الحال، تمام؟ بجيب برضو كذلك اصحاب المصلحه في الموضوع. مين اصحاب المصلحه في الموضوع؟ شو المستثمرين؟ انا بحكي في شركه قاعد، بقول مدير الشركه نفسه
صاحب البزنس، برضو كذلك قسم المبيعات، المسؤول عن قسم المبيعات والترويج، وبرضو كذلك قسم الدعم الفني لأنه هم جزء من المشكلة، تمام؟ وكذلك القسم تبع البنية التحتية، لأنه هم ليش الإنترنت سيء؟ ليش أنا عندي ساعة الذروة خلاص السيرفر بنخنق وبطل يستجيب؟ حلل المشكلة هذه عشان الزبائن ما يشتكوش. بجيب كل أصحاب المصلحة، تمام؟ وبخليهم وبتناقش معهم وبعرض عليهم المشكلة، بعرض إيش هو الوضع الحالي، وكذلك إيش هي المشاكل اللي موجودة على المشكلة، وإيش الدافع لهذا المشروع. بقول لهم إنه إحنا لازم نعمل مشروع، تمام؟ في المشروع هذا بدي مشروع داتا ساينس، مشروع هذا بدي أحدد إيش هي الأهداف، إيش البيزنس نيد والريسيرش جول. فأنا كديتا ساينتست إيش المفروض إني أنا أسوي؟ إيش الحل اللي ممكن يكون موجود؟ يعني في أعباء راح تكون على أشخاص تانيين إن هم يحسنوا الخدمة، ولكن أنا بالنسبة لإلي كديتا ساينتست مطلوب مني يفترض في النهاية أعمل ماشين ليرنينج موديل. إيش المفروض إنه الموديل هذا يسوي؟ كيف؟ هذا الحل تبع فريق الدعم الفني. أنا بقول لك أنا كديتا ساينتست مطلوب مني في النهاية يفترض أنه أنا أعمل ماشين ليرنينج موديل يتنبأ بإيش في هذا الوضع. ممكن أنه هو يتنبأ بأوقات ضعف الإنترنت، أو يحدد أوقات ضعف الإنترنت، أو برافو عليك. فبالتالي انه انا ممكن احدد لهم اعمل لهم موديل يتنبأ، انه اقول لهم اطلع لهم لستة من المشتركين بناء على البروفايل تبعهم، انه هو اتصل على الشركة كذا مرة وما لقاش حل، تمام؟ بلاحظ انه المشتركين انه اتصلوا ثلاث مرات في اوقات متباعدة، تمام؟ بعديها ترك الشركة، لغى الاشتراك تبعه. فممكن انه انا اتنبأ بالمشتركين اللي حيتركوا حيلغوا الاشتراك تبعهم، بقول لهم هدول الشهر الجاي احتمال كبير حيلغوا الاشتراك تبعهم، الحق حالك. كيف ممكن تلحق حالك؟ تتواصل مع هدول المشتركين، ممكن انه انت تعطيهم خصم، تتصل عليهم وتقول لهم عشان انت مشترك مميز عندنا، تمام، احنا راح نعطي لك خصم. هذا الاشي احنا بس بنعمله مع المشتركين المميزين مش مع اي حدا. او ممكن تحكي له انه انت ايش المشاكل اللي موجودة عندك، طب انا بدي ابعث لك فريق ميداني يفحص ايش هي المشكلة ويحل لك كل المشاكل الفنية. فانت هيك حافظت على، بفضل ايش؟ بفضل انه انت حددت مين اللي حيلغي اشتراك وتعاملت معه واستبقيته. فهنا بيجي دور الماشين ليرنينج او دور الداتا ساينس، تمام؟ فللأسف الشركة ممكن انه هي تتعامل مع المشترك اللي بيعاني من سوء في الخدمة ولكن ساكت خليه، لكن اللي ممكن يترك هذا اللي انا بدي ألحقه، تمام؟ فعشان هيك بدك تحدد البزنس نيد والبزنس جول، فبدك تحدد ايش المفروض انه هو يتم انجازه في هذا المشروع. شغلة مهمة، بدك تحدد ايش هو معيار النجاح. كيف ممكن تعتبر انه المشروع هذا ناجح ولا مش ناجح؟ بنظرة اجمالية انه قل عدد الناس اللي بيلغوا اشتراكاتهم او اللي بتسربوا من الشركة خلال فترة زمنية معينة. كان عندي خلال 6 شهور عندي مثلا على سبيل المثال 400 مشترك بيلغوا اشتراكهم، تمام؟ هلقيت صاروا 20 خلال فترة زمنية معينة. فالمعيار هذا لازم يتم تحديده. طبعا هذا الكلام يعني بالاتفاق مع البزنس اونر انه بدنا نحط معيار. عشان هيك انت الموديل اذا جاب هذه النسبة معنى ذلك انه المشروع ناجح، ما جابش هذه النسبة خلاص. ارجع اضرب لك مثال، هنا المطلوب من الموديل انه هو يتنبأ انه الزبون حيشتري ولا لا.
انا عندي 10,000 زبون. انا كنت في السابق ايش بسوي؟ بروح ببعت اعلان للزباين هدول كلهم، مش عارف مين اللي حيشتري او مين ما حيشتري. انت من ال 10,000، وبخسر فلوس الاعلان. من ال 10,000 رحت قلت لي في عندك 340 واحد هدول حيشتروا، بستهدفهم هم بس، بحافظ على اسلوبي على فلوسي. فالان من ال 340، نفترض انه ال 300 استجابوا و40 لا، او بمعنى اخر 90% استجابوا و10% لا، نسبة كويسة. اقول لك حتى ممكن يقول لك انه لو حتى جبت لي موديل بنسبة 70% بالنسبة لي ممتاز جدا، لانه انا في السابق هيك بدك تقيسها، لانه في السابق كنت ابعت 10,000 اعلان، حلقيت انا عندي المخسر، انا عندي 30% من نسبة محدودة، مش من ال 10,000 كلها اللي انا بخسرها، تمام؟ فبالتالي الموضوع بصير مجدي بالنسبة لي. واضح ايش معنات السكسس كريتيريا؟ هذه شغلة مهمة جدا، على اساسها انت بتحدد نجاح المشروع او لا. انت تيجي تقول له خلاص انا هيك اديت المطلوب وبسلم المشروع، بدي اسكره عشان تبدا مشروع ثاني. ضل كاش في عندك مشاريع مفتحه كثير، خلاص قفل مشاريع وافتح مشاريع جديده، تمام؟ نفس ما بيصير معاك انت لما بتشتغل فريلانسر، اسعى دائما انه انت تقفل مشاريع، تخليش مشروع مفتوح. اتفق معاه من البداية انه المشروع بيخلص لما اسلمك كذا وكذا واعمل لك كذا، عملتهم خلاص حتجيني بمطالب جديدة. هذا مشروع جديد، خلي بالك. هيك انت بتيجي بتقول انا والله اشتغلت على 5 مشاريع، اما اجي اشوفك خلال 3 سنوات تقول لي لسه ضايل على نفس المشروع وهو ما قفلتوش، مش صح، تمام؟ بدك تحدد ايش هي المخاطر انت عندك في المشروع. ممكن يكون عندك مخاطر انه سيادته تبع الدعم الفني ما كانش يسجل بيانات انه ايش الاكشن اللي اخده، انه كان مره يقول له انه حط الفلتر، شيل الفلتر، اعمل اعادة تشغيل للراوتر، ايش الاكشن اللي حل المشكلة، ما كانش يسجل هذا الكلام. اول بيانات كلها قليله، كلها على بعضها 700 سجل. فبالتالي انه بدك تحدد المخاطر، وعلى اساسها بدك تقرر انه المخاطر هذه ممكن انه انت تبدا المشروع في ظل وجودها ولا لا، المخاطر هذه ممكن تهدد المشروع. بدك تتعلم من البيانات. ايش بدك تتعلم من البيانات؟ تاخذ يعني هاي ليفل اندرستاندينج من خلال ايش؟ الإحصاء. احنا ذكرنا المحاضرة الماضية انت عندك الإحصاء، إحصاء وصفي. ايش الإحصاء الوصفي؟ انك تاخذ كل توصف البيانات. كيف بدك توصف البيانات؟ من خلال حاجة اسمها مراكز البيانات. مراكز البيانات اللي هي المتوسط والوسيط وكل الأشياء هاي. وفي عندك شغلة تانية اللي هي مقاييس التشتت. نرجع للأمثلة اللي احنا نضربها، أنا بشرح لك بأمثلة. بقول لك إنه الـ ISB الزباين هدول كيف شكلهم؟ قديش أعمارهم؟ بدي جواب محدد أقدر آخذ فكرة عن الزبائن. أعمار الزبائن، كيف؟ متوسط. لو جيت قلت لي متوسط عمر الزبائن مثلا 27، خلص اخذت فكره انه هم معظمهم شباب. وبتتاكد من الشغله هذه باستخدام مقاييس التشتت. ايش مقاييس التشتت؟ زي الانحراف المعياري مثلا، انه انت بتقيس قديش انحراف البيانات عن المتوسط. اذا كان الانحراف كبير معنى ذلك انه عندك تباين كتير كبير في اعمار الزبائن. أي نعم المتوسط 27 ولكن في تباين في الأعمار. أما إذا كان الانحراف قليل يا أستاذ،
انفصلوا، غير مكانك. أما إذا كان الانحراف قليل، معنى ذلك أنه الأعمار 27 زيادة 5 ناقص 5 شباب. ففعلا من خلال الإحصاء تقدر تأخذ فكرة كيف شكلهم الزبائن هذول أو المشتركين. بالنسبة للزبائن اللي حيشتري أو مش حيشتري، هذول الزبائن أنه اللي بيشتروا من عندي من المتجر كديش أعمارهم؟ هل هم ميل ولا فيميل؟ فالكلام هذا أنت ممكن تجيبه بالإحصائيات. ممكن أنت تقول والله ربع الزبائن ميل وثلث ارباع فيميل، وهذا الكلام أنت ممكن أنه أنت تعرضه بشكل فيجوال، بشكل فيجوال أنه أنت ببساطة ممكن أنه أنت تيجي بدل ما أنت تطلع على أرقام تيجي تقول لي أنه تعرض لي أنه هذا ميل وهذا فيميل، أو على شكل باي تشارت بهذا الشكل، مثلا هذا أم وهذا أف. خلص بنظرة واحدة أخذت فكرة توزيع الميل والفيميل، توزيع الفئة العمرية، توزيعهم حول العالم المناطق. تمام؟ فهي معنات استكشاف أو تعلم من البيانات من خلال الإحصاء والفيجواليزيشن. بدك تحدد إيش هي المتطلبات للديتا ستراكشر والتول اللي أنت بدك تستخدمها لمعالجة البيانات. بعدين بدك تعمل صياغة للعديد من الفرضيات. احنا حكينا من مهارات الشخص اللي حيشتغل في علم البيانات هو التشكيك، تشكيك في النظريات اللي بيضعها. ايش امثلة على هذه النظريات؟ ممكن يقول لك انه الفيتشر اكس مناسب جدا انه احنا نعمل بريدكشن لكذا. يعني مثلا جدلا ممكن يقول لك انه بالنسبة لإلي بناء على الجندر بقدر انه انا احدد انه هو حيشتري ولا لا. ما فيش داعي انه انا اطلع على شغلة تانية، هذه فرضية بيشكك فيها. كيف بثبتها؟ بيطبقها فعلا انه كل يشوف انه كل الفيميل فعلا انه هم بيستجيبوا او لا للدايركت ماركتينج مثلا على سبيل المثال. او ممكن يقول انه والله في نمط معين انا حلاقيه في البيانات. لنفترض انه انا بدي احلل بيانات طلاب الجامعه وانا ما بشتغل بالتدريس، تمام، بس انا كنت طالب. انا باجي بقول انا والله بفترض انه الطلاب اللي معدلاتهم عالية حيكون في عندهم نمط معين. ايش هو هذا النمط؟ تمام، حيكون ابوه بيشتغل في مهنة كذا يا كذا، حيكون بيدرس 5 ساعات في اليوم 3 ساعات في اليوم. تمام، اكيد بطبيعة الحال مش حقول انه والله بمشط بالطريقة الفلانية، اكيد بطبيعة الحال. فهي الفكرة انه بالفرضيات انه انت بتفترض انه في نمط معين عندك في البيانات انه انت بدك تلاقيه. او ممكن تيجي تقول والله الديب ليرنينج ممكن انه هو يحصل نتيجة ممتازة، او ممكن تقول انه خوارزمية معينة اللي هي الديسيجن تري ممكن تكون مناسبة لعرض نوليدج ممتازة من البيانات. تمام؟ التعلم العميق. حكيت انت عندك يعني احد الخوارزميات او الطرق اللي انت ممكن انه انت تستخدمها في الماشين ليرنينج للنيورال نتوركس. حكيت النيورال نتورك ببساطة اذا كانت مثلا على سبيل المثال 5 طبقات فاقل تعتبر النيورال نتورك عادية، اما اذا كانت اكثر من 5 طبقات فممكن تكون ديب نيورال نتورك. فالديب ليرنينج مبني على الديب نيورال نتورك. الطبقات الاضافيه هذه اللي بتضيفها في لها شغل، ممكن انه هي تكتشف فيتشرز بتوفر عليك انه انت تعمل يعني فيتشر انجينيرنج مثلا على سبيل المثال، او انه ممكن انه هي تجيب لك نتائج افضل من
الماشين ليرنينج الجوريثمز التقليديه، ولكن انه بتتطلب انه يكون في عندك بيانات كبيره جدا متوفره عشان تقدر انه انت تدرب للنيورال نتورك. فهي باختصار الديب ليرنينج. تمام؟ بعدين ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل تحليل للمصادر المتوفره عندي. هذا كله من ضمن مرحله الاستكشاف. انا بدي ابدا مشروع، عشان ابدا مشروع بدي اعرف ايش عندي مصادر، ايش المصادر، ايش التكنولوجيا الموجوده عندي، ايش الريسورسز اللي انا بحتاجها للتخزين وللكمبيوتينج. انت حتجيب بيانات من مصادر متعدده، في المحصله حينتج انت عندك 100,000 سجل. هل انت عندك السعه التخزينيه الكافيه انك تخزن 100,000 سجل؟ هل في عندك الاجهزه المناسبه كهاردوير كسي بي يو ميموري وجي بي يو انه انت تدرب الماشين ليرنينج الجوريثم على هذا الكم من البيانات؟ متوفر عندي، موجود في الشركه هذه المصادر. او ممكن تكون انه انت محتاج مثلا ترخيص للاناليسيس فريم ورك او لخدمات سحابيه زي الاي دبليو اس والازور، لانه انت في عندك بعض الشركات بتقول لك احنا بنعتمد الحلول السحابيه بدل ما انا اقعد انا اجيب اجهزه والاجهزه هذه تتقادم عندي. لا، انا احتجت حاجه بروح بستاجرها من الكلاود. ممكن استاجر داتابيز سيرفر احط عليه الداتابيز، ممكن انا استاجر سيرفر ثاني اعمل عليه تريننج وهكذا. فانت بدك تحصر ايش الامكانيات الماديه اللي موجوده عندك عشان تقدر تنجز فيها المشروع، ولا لا. البيانات انت بدك تفحص برضو كذلك، هل البيانات كافيه ولا لا؟ قد يكون في اشكاليه في البيانات، بيانات مش متوفره، فانت بتطلب اجراءات معينه. تيجي تقول انه بسبب الدعم الفني كان يشتغل بشكل خاطئ، ما كان يسجل بيانات مهمه جدا، من الان فصاعدا يفترض انه هو يبدا يسجل، وبدنا ننتظر 6 شهور لغايه لما تتجمع بيانات، ساعتها بنبدا المشروع. او ممكن تكون البيانات الموجوده عندك مش كافيه، 700 سجل بس. هل بتحتاج لمصادر بيانات اخرى؟ ولو كانت البيانات كافيه، هل انت ممكن تستعين بمصادر خارجيه؟ زي ايش مصادر خارجيه؟ زي السوشيال ميديا. بيانات على السوشيال ميديا هذه تعتبر بيانات خارجيه بدك تجمعها. ايش البيانات على السوشيال ميديا؟ نرجع لمثال الاي اس بي. بدي اجيب اي حدا بعمل لي منشن على السوشيال ميديا واشوف احلل البوست تبعه. طبعا اللي بيعمل لي منشن على السوشيال ميديا يا بكون بسب يا بيمدح، يا بكون متضرر من الخدمه، متضايق من الخدمه، فبالتالي انه هو بروح بحكي كلام انه ايش هالخدمه السيئه من شركه كذا. تمام؟ بحاول انه هو يضغط عليهم لانه اتصل على الدعم الفني كثير وما فادوا. بقول لك اتصلت على الدعم الفني وقال لي كل الامور تمام، بس قست السرعه لقيت السرعه 1 كيلو من 10 ميجا او 8 ميجا المفروض تكون موجوده عندي. فبالتالي هو بيستهزئ في الشركه، بحاول ان هو يضغط عليها مثلا. فبالتالي هيك انا بحدد مين هم الزبائن اللي بيشتكوا، من ايش بيشتكوا. فهذه البيانات ممكن انا اعتبرها مصدر خارجي بحتاج ان انا اجمعه وادخله انا عندي. كذلك التايم فريم بيفرق. انا عندي لما اقول انه انت عندك 3 شهور لانجاز المشروع ولا 6 شهور، 3 شهور بتفرق عن 6 شهور. كذلك عدد الاشخاص اللي في الفريق، الهيومن ريسورسز. لما اقول لك خد اشتغل المشروع هذا وهي معك 3 اعضاء، ولا اقول لك اشتغل لحالك. فانت بدك تحسب كل المصادر المتوفرة عندك وما تبدأ المشروع إلا لما تكون المصادر متوفرة. ليش تبدأ مشروع ويبدأ يعد عليك وانت اصلا قاعد بتستنى انه البيانات تتجمع؟ قلت للدعم الفني ابدأ سجل كذا وكذا وكذا لما حدا يتصل عليك، وهذه يفترض حتتوفر عندك بيانات كافية بعد 6 شهور. ليش تسجل عليك 6 شهور بدون اي انجاز؟ تمام؟
خلينا نتوقف هنا. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل في الخطوة الثانية اللي هي الـ Data Preparation. لا.